بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان عناصر الصورة التعبيرية. تعالوا الأول نتعرف على ما هي الصورة التعبيرية. الصورة التعبيرية دي واحدة من عناصر التجربة الشعرية، وهي النتاج النهائي ليها، ونقدر نشبهها كأنها هي الثوب اللي بيزين الجسد. يعني التجربة الشعرية كأنها هي الجسد، والصورة التعبيرية هي الثوب اللي بيزين هذا الجسد. طيب ايه هي بقى عناصر الصورة التعبيرية؟ اول حاجة الالفاظ، تاني حاجة الصور الخيالية، تالت حاجة الموسيقى. طب تعالوا مع بعض كده نتعرض ليهم واحدة واحدة. اولا الالفاظ، لابد ان تكون الالفاظ لها دلالتها الشعورية، يعني ما يجيش اللفظ كده وخلاص، لازم يكون بيدل على شعور من كتبه، أي أن تكون الألفاظ مناسبة لعاطفة الشاعر التي تظهر جلية واضحة في القصيدة. طيب ندي مثال، كلمة أم، لو جت لفظة أم في أي قصيدة دي هتديني إيحاء بالبر والرحمة والحنان، أما لو استخدمت مثلا لفظة زي كلمة الليل فدي بتوحي على طول بالظلمة والهموم. الصور الخيالية دي أقوى وسائل التعبير عن الفكر والشعور. الصور الخيالية نوعين، أولا صور جزئية زي التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل، والنوع الثاني الصور الكلية، دي بقى اللي بتتكون من مجموعة من الصور الجزئية المتألفة مع بعضها عشان تظهر لي القصيدة وكأنها لوحة فنية الشاعر رسمها برشته، زي مثلا قصيدة المساء لما الشاعر رسم صورة الطبيعة الحزينة من بحر وشمس وسحاب وغروب. لو جيت للموسيقى هلاقي ان الموسيقى عندي نوعين، موسيقى خارجية ودي بتبقى ظاهرة بتدركها الحواس وبتتمثل في الوزن والقافية والجناس والتسريع وحسن التقسيم، اما النوع التاني من الموسيقى هو موسيقى داخلية ودي بتبقى خفية بنحسها وبنتأثر بيها وبيتحقق معاها نوع من المشاركة الوجدانية مع الشاعر، يعني اللي بيسمع الشاعر من خلال الموسيقى الداخلية بيحسها ويتأثر بيها فيشارك الشاعر وجدانيا، ودي بتتمثل في صدق العاطفة وفي الألفاظ الموحية وفي روعة الخيال وفي الصور الخيالية المبتكرة، والنوع ده من الموسيقى هو أعظم تأثير من الموسيقى الخارجية. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.